اوصل رئيس الوزراء اسمع ورئيس الجمهوريه وصلي ما يوصلش معانا طيب تعرف معانا طيب ادي يا فندم ادي يا فندم قرار 702 لسنه 2011 قرار 702 لسنه 2011 بعد ما طلع القانون اللي هو الخدمه اللي فوق دي يعني بقول لك يتم اتخاذ قرار تثبيت العماله المؤقته للجهات التابعه للوزاره مفيش حاجه من الكلام اشمعنى وزاره الزراعه بالذات اللي هي ما عينتش حد كل مره يقولوا لنا كلام غير الكلام اللي قبل لو قالوا ابن موظف بال 40 جنيه ويرضى ان هو ياخد قبض ال 40 جنيه احنا ناخد بيه سجلنا مع جميع القنوات والابراج والابراج قدمنا له 100 مره عشان نفتح قنوات يفتح برنامج ويحرج السيد الوزير قدامنا والسيد رئيس الوزراء احنا طلعنا قلنا له فوضاه احنا طلعنا فوضاه وقلنا له يا ريس احمي البلد من الفساد انت ليه ما بتحميناش من الجوع والتشرد اللي احنا فيه؟ احمينا من الجوع والتشرد اللي احنا فيه